بالأسرة الإعلامية على حضور هذه الندوة الصحفية التي سنتطرق فيها إلى قضية عالجتها محكمة الإمسان اليوم، وتتعلق بتفكيك شبكة تخابر وتجسس بغرض المساس بأمن الدولة. إذن وعملا بإحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، ومن أجل تنوير الرأي العام وتفادي انتشار أي معلومات غير كاملة وغير صحيحة بخصوص هذه القضية، ودون المساس بسرية التحقيق، فإن نيابة الجمهورية لدى محكمة الإمسان تعرض عليكم بهذه الندوة ظروف وملابسات تفكير عناصر هذه الشبكة الإجرامية وتقديمهم إلى العدالة. بتاريخ 24 أوت 2024 صباحا، في إطار محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وبعد ورود معلومات لمصالح الأمن المختصة حول تحركات شخص مشبوه من جنسية مغربية بوسط مدينة تلمسان، تم إخطار نيابة الجمهورية بذلك وأمرنا بفتح تحقيق ابتدائي وموافتنا بالنتائج. بنفس التاريخ تم توقيف المدعو زاي ميم من جنسية مغربية والبالغ من العمر 32 سنة، وتبين أنه دخل التراب الجزائري بطريقة غير شرعية بعد استغلال الهاتف النقال الخاص بالمعني بموجب إذن من النيابة. وبعد استجواب المعني تبين أنه يعمل ضمن شبكة تجسس وتخابر تعمل لصالح جهة أجنبية رفقة رعايا مغاربة وكذا جزائريين. بتاريخ 28 أوت 2024 تم توقيف 6 أشخاص، 3 من جنسية مغربية تتراوح أعمارهم بين 32 و 39 سنة، ويتعلق الأمر بكل من المدعوين طاء ألف، ميم خاء وميم هاء، و3 أشخاص من جنسية جزائرية تتراوح أعمارهم ما بين 33 و 46 سنة، ويتعلق الأمر بكل من المدعوين راء ميم ألف، طاء ذا سين ألف وباء راء. توصلت التحريات إلا أن جميع أفراد هذه الشبكة كانوا يتلقون التعليمات من طرف المدعو باء صاد من جنسية مغربية. كما توصلت نتائج التحقيق الابتدائي إلى قيام هذه الشبكة بتجنيد رعايا مغاربة ومواطنين جزائريين من أجل المساس بمؤسسات أمنية وإدارية جزائرية. تم توقيف عناصر هذه الشبكة من طرف الضبطية القضائية المختصة خلال 5 أيام، وتم اليوم موافق ل1 سبتمبر 2024 تقديمهم أمام نيابات الجمهورية. وبعد استجواب المشتبه فيه أمرنا بفتح تحقيق قضائي ضدهم وضد كل من يكشف عنه التحقيق بتهم جناية القيام بالتخابر مع دولة أجنبية أو أحد عملائها ضد المتهمين راميم ألف، طا ذال سين ألف وبارا، جناية التجسس ضد المتهمين زاي ميم طا ألف ميم خاء وميم هاء، بالإضافة إلى جنحة الدخول بطريقة غير شرعية إلى التراب الجزائري ضد المتهمين زاي ميم وميم خاء، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 62 و64 من قانون العقوبات، والمواد 44 و46 من قانون 0811 المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها. التمست النيابة من السيد قاضي التحقيق إصدار أمر إيداع ضد المتهمين وكل من يكشف عنه التحقيق. بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإعدائهم عن الحبس المؤقت. هذه هي المعطيات التي ارتأت نيابة الجمهورية لدى محكمة الإمسان تنوير الرأي العام بها، والقضية حاليا قيد التحقيق القضائي. أشكركم على حسن الإصغاء وعلى تلبية الدعوة من أجل التغطية الإعلامية لهذه القضية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.